ايه لا لا تعشي، لا لا تعشي و كي نعطيك نقصي فيها. مرحبا، اهلا وسهلا، صحه شريبتكم الناس الكل وين ما كنتوا. اليوم كيف ما عودناكم على الوطنيه 2، رمضان كريم باش يعيش معكم اجواء في كل منطقه من مناطق ولايات الجمهوريه. اليوم اخترنا لكم معتمديه جرجيس من ولايه مدنين، والعائله هذه مشكورين اللي استضافونا اليوم باش نعيش الاجواء هذه. معنا سي كريم مصدق، هو اليوم اللي استضافنا باش يعرفنا على عائلته. مرحبا بك وصحه شريبتك يا سي كريم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف الكل معايا ان شاء الله. هذه امي حنانه، هذه فتحيه اسماعيلي، وهذه دار الصادق مصدق الله يرحمه بابايا، هذه زوجتي هنا، وهك اخويا محمد مصدق، وهك اختي ايناس، وهذا شهونة ود خويا في فرنسا، وهذا ريان ود اختي، وهك بنتي الاء، واللي ورايا هكا مريومه ود اختي مريم بنتي. ما شاء الله عليهم، ان شاء الله ديما ملمومين سي كريم على الخير يا ربي. وهذه اكيد اجواء رمضان اكيد لها طابع خاص في مدينه جرجيس، واليوم احنا في منطقه المونسه من معتمديه جرجيس. سي كريم تعطينا في لمحه الاجواء نتاعكم في رمضان، الطاوله في رمضان كيفاش تكون، وشنو مميزات رمضان في مدينه جرجيس؟ الحمد لله ما شاء الله، احنا معروفين ديما بالحوت، هذه باز ديما كل ما في الماكله قدانا ديما فيها الحوت والكسكسي ان شاء الله. بس كي بعتلي في الليل انا واحد يجي ياكل، حتى يلقى ما ياكل ياكل كسكسي، فهمتي؟ كسكسي خاطر يقعد بزيد يسدنا انا في السحور وواحد كل شيء. والحوت هذا كي العاده انا وطاجين والدنيا هذه الجديده، هذه الباتي وترشنو واحد ولما ديما احنا بحول الله جدايا زاد بحذانا وكل، والحمد لله يا ربي وديما ملمومين، وان شاء الله ربي يكثر خير، الخير كله من عند ربي سبحانه وتعالى، وان شاء الله ديما هيك مليانه من رزق الحلال. وعلى فكره والله النقطه المهمه اللي كون ان شاء الله نترحموا على شهدائنا في نتاع الثوره واللي بعد الثوره واللي في المسلمين وكل، وربي يهدي ان شاء الله امه محمد، ربي يهديهم وربي يبعد علينا الارهاب ان شاء الله، وربي يستر تونس يا رب. اكيد العمليه اكيد خلت شويه الم، لكن سي كريم اكيد احنا مانيش باش نوقفوا على الحاجات هذه، باش تتواصل معنا الحياه في تونس وباش نواصلوا اجواء رمضان. صحيح اكيد تبقى برجالها كما قلتي حاجه، خلي باش نحكي انا مع الحاجه فتحيه توا. هذه ام كريم اليوم ويقولوا لها الحنانه، هم في مدينه جرجيس ان شاء الله ربي يفضلها لكم. سي كريم مرحبا بك، حاجه فتحيه وصحه شريبتك. عايشك بنيتي، ورب ان شاء الله يرحم امه محمد ويرحم الشهداء وينصرنا ان شاء الله على الكافرين الكل، وان شاء الله اللي جينا بسوء يهلك يا ربي، واللي جينا بالخير يهديه ربي، وان شاء الله الاسلام الكل يهديه ربي، وان شاء الله ربي ينصر امه محمد، وان شاء الله ذريتنا للبرة وللداخل كلهم يهديهم ربي وينجحهم ربي ويسهل اقسامهم عايشك ان شاء الله يا ربي. عايشك حاجه فتحيه، توا اكيد انت ما شاء الله عليك عندك عشتي رمضان توا وعشتي رمضان قبل، تعطينا توا من السبعينات ما شاء الله ما شاء الله، تعطينا شنو هو اجواء رمضان في جرجيس، شنو اللي تميز به الطاوله في جرجيس؟ طاولتنا احنا اللهم صلي على سيدنا محمد بالحوت حشا عيونكم وبالكسكسي وخبزان العيش في السحور، والحمد لله وكل قدير وقدره بنيتي. واحد عنده باش يعمل طاجين، واحد عنده يعمل باتيه، واحد عنده ما عنده زاد الحمد لله، حتى بالوزف ناكلوا، والله حتى بالوزف ناكلوا ونحمدوا عليه يا رب. الحمد اكيد انت ذكرتي الحوت المتميزه به معتمديه جرجيس، معروفه معناها ما شاء الله في جرجيس. الحمد لله. ذكرتي زاد العصيده اللي احنا نقولوا في مدنين، والعيش معناها نسموا العيش اللي هو، تعطينا شويه الناس خلي تعرف شنو العصيده العيش هذايا. العيش احنا اني خلطه، امك اني خلطه سميد وفارينه، نخلطه الزوز ونخبزه، اللي يحب الزبده اللي يحب الزيت اللي يحب مرقه معقوده بالمرقه ولا بال معناها بالشوباي بالبابوش باللي عينك. انا دريتي مصلي على النبي كيف يلتموا على رب الخارج هني قصعة هذا كبر يرقوا فوق السطح ياكلوها باش تبر. لا معناها العيش هذا يتعملوا في السحور. اللهم صلي على النبي، كل من حياه المرحوم الله يرحمه ويسامحه، والحمد لله خلالي ظنوه ناجحه، حججوني وهزوني عمره. الحمد لله.
ان شاء الله ربي يفضلهم لك حاجه فتحيه وربي يخليهم لك الكل. وان شاء الله كما ذكرت ديما ملمومين يا ربي على الخير. انت ذكرتي العسيده وذكرتي الحوت وبرشا كيف ما نشوفوا ما شاء الله مميزات ما شاء الله مميزات. نقول له يا صالح شعريه يقول لي بسلامه الخمسه حش عيونكم سلامه الخمسه حاجه جوني وهزوني عمره واللي نحب الله مصلي عندي خليهم لك مشيت مره الحمد لله ما شاء الله. اكيد انت تو ذكرتي معناها عندك ما شاء الله اولاد لهنا في جرجيس معاك وعندك زاد اولاد في 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 فرنسا. عندي تبارك الله خمسه حشيك في الخارج واحد في المانيا بنعرس له السنين ان شاء الله 25 جويليه. ايه لا الحمد لله ربي مصدق حتى هو في المانيا. اكيد كيف ما شفنا ثم ضيف عليكم اليوم هو محمد اللي روح من فرنسا واللي روح خصيصا من مدنين باش يعيش اجواء في العائله في افطار العائله في رمضان باش يشوف بعد غياب أربع سنين باش يشوف محمد. عسلامة صحة سيدتك محمد. سلام صحة شربتكم أختي. مرحبا بك اليوم في جرجيس ما بين أهلك وماليك بعد غياب أربع سنين كيف ما ذكروا لي العائلة في فرنسا اليوم ترجع ما بين لمة العائلة ولمة الصغار ذا أولاد خوتك وأخواتك مهنة. أنا جينا إكسبري تشوفها خاطر رمضان باش نلمة مثلا بعد الفاضية 21 باش نشوف الوالدة عندي أربع سنين تشوفها معناها غربة وكل شيء. بون معناها ومبشر معناها الأخيان معناها فهمت أن كان بالخير وحده كل شيء وإن شاء الله ربي يسعد الناس وكوه. أكيد خويا محمد أنت عشت رمضان في فرنسا وعشت رمضان هنا في تونس أكيد فما شوية فرق لكن ديما ثم الحاجات الأساسية في أجواء رمضان اللي تعيشها العائلة التونسية سواء في الخارج أو في تونس. كيفاش تعيشوا الأجواء مسيرش غادي تعطينا شوية لمحة صغيرة على الأجواء في رمضان في فرنسا كيفاش تعيشوا غادي؟ الأجواء غادي معناها بون فما مثلا فما بون عندي حتى لا فامي غادي مش معناها بالصفه هذه مثلا كيما في البلاد وكل شيء. بون مثلا ونعديو معناها رمضان معناها مع اختي غادي معناها اشاك فوا معناها نمشي قدا حد واحد وكل شيء فهمت معناها ونعديو رمضان كي تو الناس وكل شيء معناها. اما ديما اكيد بنت رمضان في العائله في البلاد خير. ديما مونك كي شوز فوالا ديما سي غين افواغ ديما في البلاد برجولي على فيرتي ديما رمضان خير واحلى وكل شيء. اكيد مادامك روحت لرمضان في العائله اكيد دللت على العائله شويه طلبت حاجات ما تشتهى ما تاكلش فيها في فرنسا مشتهيتها من اليديات اللميمه اليوم والحنانه كما تقولوا لها اليوم شنو يمكن دللت عليهم وحضرهم لك؟ برجولي حضروا لي معناها حبيت الحوت وحبيت معناها الكسكسي وكان وقاموا بالواجب وموجود والحمد لله فهمتيهم ما شاء الله وشويه طاجين وحده والحمد لله يا رب. اكيد التصنيفات هذه للها اصابع ساحره وخفيه للها خلينا نشوفوا مع مدام هنا باش نشوفوا معها ابرز هالتصنيفات وما شاء الله كيف ما ذكر خويا محمد اللي يرجع لها هي التصنيف هذا. مرحبا اختي شكو بك عشك صحه شربتك هنا يعطيك صحه عشك مرحبا بكم. اكيد انت لك العائله ما شاء الله الاساس في عائله سي كريم والتصنيفات هذه لك انت الكل هذه معناها اكيد المراه في دور لها دور كبير في رمضان. اعطينا اجواء رمضان عندك في العائله لهناك كيفاش تدخل ليمتى تدخل الكوجينة قداش تقضي فيها نعرف فما تقسيم ادوار في رمضان اكثر الوقت نكون عادي في الكوجينة ندخل من 3:30 ل 4 سادي بون معناتها شنو فما عادي الحمد لله ربي معناتها رمضان وكان بالعينه بتسمي على العيله اذا ما بدش العيله ملمومه رمضان ما عندها حتى طعم والحمد لله يا ربي مثل ما تشوفي الحمد لله ما شاء الله زاد نشوفوا ما شاء الله عندك صغيرات مصلي على النبي واكيد زاد عندهم صغار لهم مسؤوليه في رمضان ديما احنا نسالوا فما على خاطر مستنسين ديما الاولاد الصغار يبدو يستنسوا بالصيام نتاع الوالدين ويصيموا معاهم. انت كيفاش تتعاملي مع صغارك لربما هن في السياق هذا؟ عندي بنتي ديابيتيك معناتها نحاول كيفاش كلهم اوبليجي باش ناكلها دونك اوبليجي باش ناكل الصغار كل مع بعضهم فهمتي ما نجمش خليها بلاش ماكله ديابيتيك تعرفي ديما لازم لهوه خاصه وكل ما فوالا معناتها كيما خم فيا كيما خم في خواتها كيف معناها تعملي لهم ديما الفطور نتاعهم في كل وقت تحرص على انهم الوجبات الغذائيه كلها نتاعهم تكون حاضره في وقتها احنا صايمين معناتها لازم هم ننسوهم اكيد
أكيد فما سؤال ديما غسيل المعون على شكون مدام؟ بنتي الكبيرة ما شاء الله تعاون فيها ما يقدرش بلا بها، هي معاونتني في كل شيء. أنا قداش عمرها البنية؟ 10 سنين. 10 سنين وما شاء الله. معنا مهنياتك في الحكاية ذي، معايا إيد بيوت في كل شيء ما شاء الله. أكيد تعلمي فيها شوية، تستنس على حاجات هيك من الصغرى، تعمل تنظف تغسل المعون كل شيء، أما باش طياب ولا حاجة خاف عليها، ما نحبش تقرب الغاز ولا سكينة، ولكن ما نحبش تمس مي حاجة تخرج تعاوني في تلم معايا الطاولة تغسل معايا المعون كل مرة. باهي خلوك مدام تاكلي الصغرون نتاعك، خليك تاكل الصحن الشربه ونشوفوا مع معناها ضيف اخرى، نشوفوا معها لحظه حاجه، خلي باش ناخذك لحظه بركه باش تحكي لنا حاجه، باش تحكي لنا على اجواء رمضان. انت ما شاء الله ما زلت البركه وان شاء الله ربي يطول في عمرك، فما 88 عام ما شاء الله عليها، ربي يطول في عمرك حاجه. فما ديما عندكم انتم بكري نحكي معك في الكواليس، قلت لي رمضان قبل الخير، علاش رمضان قبل الخير؟ قبل قبل ما نجوعوش وما نشكوش هكا زي توا ونديروا مغمات نديروا عشان تو في رمضان نوطوا كلفات، نوطوا حميصات وزيفات فليف الخضراء حشاك، نوطوا نطيبوا كسيكسي، اما انت الحنانه نطيب هكا الكسيكسي نتقابلوا عليه نتعشوه وقت وقت. باهي حاجة خلي نوصلوا معها، ما شاء الله الحاجة عندها برشا حديث برشا حديث، مصلي على النبي حاجة معها مسألة أصلا. وعندي بنيتي وعندي وليداتي والحمد لله يا ربي، عندي بنيتي في الخارج حاجة جتني ولبستني بنيتي وليداتي زاد هديهم ربي والحمد لله وعيش. خليهم نبطوا وليداتك هذوما، ما زلت تقدي لهم حاجة تعاونين في الكوجينة ولا جيست لا لا كل شيء جيني ليدي كل شيء كان زاد مش جيت هنا قد بنياتي زاد قدروني هم ذريتهم قدريني ويحبوني ويبغوني وليداتي كلهم وكنايني لبس عليا وبوليداتي وبنيتي عاد هذه في الخارج حاجه جتني وملبستني ومزهيتني ربي يخليها لك حاجه. باهي تو انت بكري عجبتيني في حديث قلت لي كيفاش على قبل على شويه حمص وشويه كسكسي معناها تقد وتشق فتره على نهار كامل، وتو هذا كل ما اسمع هكا هو هكا الكسيكس ندور عليه احنا وذريتنا واحنا بنياتنا ناكلوه في الليل نديرو مونتيك باش يعيش هكا بالزيت وحلبه نصح راها ونمس نصفي ماتنا نرقدو هذا قبل سمعتي يا ما تطورت الدنيا اش بحيك هكا كتو كلهم الطواول قدامهم وهم لبس عليهم هم تفرهدين والحمد لله يا رب بنيتي والحمد لله في خير وفي نعم. بالنسبه للمه توا حاجه قبل اكيد اللمه هذه تختلف على قبل ولا كيف توا مع ديما ملمومين على الطاوله؟ هذا ما رناش قبل هذا ما رناش قبل قبل ناس نجري في جره البتيه تجري بالمي اسمع احنا الجره والسطر فوق ظهورنا ونجري على البتيه توا المي ترك في الحيوط والضوء في الواحد قبل فتيله نشعلوا فيها فتيله اسمع نشعلوا فيها تحت السبوله توا بنيتي المي في الحيوط وكلامنا في الخيوط اسمعي فيا وحني في لباس علينا وليداتنا حتى كانهم رقاق ويخدموا واشينهم قادين روحهم قادين ذريتهم والحمد لله في خير وفي نعمه ما شاء الله ربي يخلي لك صغارك مسلم بها. هذه حاجه اعطتنا لمحه على رمضان زمان كيفاش فرق، اكيد فما فرق ما بين قبل وتوا. بنزيد نسالك حاجه توا قبل صمنا في الشتاء وصمنا في الخريف معناها رمضان تداول على الاشهر الكل، في رمضان في الصيف قبل كيفاش كان خاصه معناها مع كما قلت الماء تجيبوا فيه بالجره كيفاش تصيموا في الصيف؟ نصيموا في الصيف ولا بس علينا نستنى في المغرب انا نمتلكش كسيكسي بفيلات وبحماسات وزيفات كتلي فليفله مقليه ودنيا ونحثوا شوه ونقدوه ونتقابل عليه احنا وزريتنا والرجل انا غادي زاد في كتوي ولا العربي نتاع لوح غادي يبيع شيا وكوشيك ماني وزريتنا نلموا بعضنا اسمع ونجروا نبدا الصبح الصبح احنا في جورة البتيه نجروا نلهدوا بالجره والسطل توا ولا المي في توا العباد ما عرفش تحمد ربي الحمد لله في فضل اكيد ديما نحمدوها ربي الوقت هو بركه حاجه يتغير تو معناها حاجه تتطور انتم عشتوا في وقتكم عشت تو حتى اللي ما عندهاش تصرف عليه الدول المعاقب ديله شهريه واللي ما عندهاش يقيموا فيه يوكلوا فيهم ديله شهريه ويصدقوا حتى الناس نزلت في قلوبها الرحمه يصدقوا عايشين لاباس عليهم
ما ربي يخليك حاجة، ربي يطول في عمرك، يعطيك الصحة على هاللمحة اللي اعطيتيها لنا في رمضان الزمان مع حاجة اللي عمرها ما شاء الله 88 عام اللي اعطتنا وصفت لنا الأجواء هذه. خلي باش نحكي ونرجع لخويا كريم باش نحكي معاه وباش يشوف لنا معناها رمضان في جرزيس، وأنتم أكيد رجال عندكم دور خاص في رمضان، فما حاجات معناه أكثر حاجة عندنا فيها دوري كونك تخرج وتعطي أكثر حاجة هذه يلزمك تكثر في رمضان ولا الجبدان من الجيب. ما شاء الله وربك والله ينزل البركة، والله الحمد لله يا ربي نقسم بالله. أنت والله ساعات حتى يبدأ ما عندك حد شيء وتدخل ما شاء الله بصاك مليانة من ربك، هيك اقسم بالله ربك هو اللي يرزق. اكيد ما نعرفش انا، فما برشا رجال زاد عندهم يرمضوا في ويبدوا معصبين وكل شيء. ما شاء الله. لا انا ماني عنديش هذه، انا شويه عندي زوج صحابي ما شاء الله في الترمذين، واحد يقول خميس ود الختالي ترنان وعمر دوما ورضا درين هذا في المانيا، استر ربي هو في المانيا تو، ومحمد علي بورقيبة في فرنسا زاد، هذا أربعة من الناس. أكيد هو الترمذين ولا احنا نقولوا تعصيب خاطر معناه على خاطر اللي يدخن ولا اللي معنا فهمت. أيوه يدخنوا صحيح. لا ما نتكيفش يعني، عندي تاي أخضر نشرب كو تاي. ما تتغششش كل مرة على مدام هناك تتغشش عليه. تعدي يا زلمه تعدي، مدام هني يا زلمه تعدي. لا والله حامله وصابره وان شاء الله ربي يهنينا بس ويبعد علينا اولاد الحرام بنات الحرام، علينا ولمة محمد، وربي يستر تونس يا ربي، يا ربي ان شاء الله يسترها ويتقي عليها ان شاء الله يا ربي من كل سوء يا رب. هذه اكثر حاجه ندعاها ونقسم بالله، حتى في ندعو فيها ونعاودوا والله. اكيد ديما معناها اللي ندعو انه بلادنا تكون بخير وبحول الله ان شاء الله تكون بخير بالامن نتاعها وبشعبها ان شاء الله. خلينا نعطي الميكرو للمدام هناء، زيد تحكي لنا مدام هناء حاجات يمكن تتميز بها المراه في مدينه جرجيس، معناها فماش مميزات خاصه للمراه في رمضان زاد، فما تمشوش نساء مثلا تعملوا سهريات مع بعضكم، فما فهمتي النوعيه هذه؟ في رمضان الفاميليا نخرجوا نشوفوا الفامي، نخرجوا نسهروا بحدهم، يجونا زاد الفامي للدار، يخرجوا يجونا جيران، يعني شويه لما شويه رمضان يعني عادي كيما الناس الكل، معناتها العشيه الكوجينه في الليل سهريه شويه هكا. بالنسبة لأخويا كريم، بالنسبة يمكن كيف ما هي ذكرت على معناها كيفاش يعديوا وقتهم في رمضان، تخرجوا من السهريات، فما أنشطة ثقافية مثلا في لا نصلي العشي بعدين نصلي التراويح ونعمل قهوتي ونروح، ما عنديش حاجة أخرى. لا لا 11 هكا كان ننصبوا هنا، خلي نشوف مع سهريتها بروحها خلي نشوفوها السهريه بتاعها هكي هني مع عندها جيراننا هني، اختي القبسيه وبنويه عمي هني واختي ناجيه زاده مرت ود عمي وفوزيه بنت عمي وكلهم مع بعضهم هكا ديما يجوا هني، هكا ديما يعدوا معاهم السهريه ان شاء الله. بالنسبه للخويا كريم، بالنسبه لل انت ذكرت الوالده ما شاء الله، الوالدة يكلم فيها ولدها ما شاء الله تليفونات من ألمانيا باش تشوف معناها قاعدين يشاهدوا فيها على المباشر في الحصة نتاعنا، ربما هذايا يقللهم يخفض لهم الغربة من ألمانيا كيف يشوفوا الوالدين نتاعهم. مدام فتحية أنت كما قال ولدك تعملوا في سهرية خاصة لهني مع الجيران مع النساء اللاجئ. 11 غربع نصلي على النبي نفرج في المساحة، وعندي صاحباتي وعندي أحبابي وعندي صاحبة عزيزة عليا ياسر، حبيبتي ياسر 40 عام، ال 11 غربع نقع مزنيه في المساحه ونفرش وننصبوا الحمد لله. الحمد لله. من ميزات يمكن النسوه في معناها حتى في الجنوب الكل ديما بالرسمي صحيح نلتموا بعد العشاء نلموا بعضنا تبدا هذاك الحديث يبدو. الحمد لله الحمد لله. هذه كانت أجواء ما شاء الله أجواء عائلة كريم مصدق من معتمدية جرجيس اللي اليوم كيف ما قلت استضافونا في رمضان في 12 رمضان إن شاء الله باش نتلقاو معكم في حلقات أخرى. في كل مرة ديما نحاولوا نعيشوا معكم أجواء رمضان في برنامج رمضان كريم على الوطنية 2 اللي خاصة بالجهات ربما هذايا أكيد الصبغة نتاعها.
ان شاء الله المره الجايه باش نشوفوا معكم حلقات من جزيره جربه، من بنقردين، من مدينه مدنين. خلينا نعيش معكم لحظه بلحظه لربما بعض الاجواء اللي تعيشها العائله في شهر رمضان. صحه شربتكم الناس الكل وين ما كنتوا، وتحيه توصلكم من فايزه السكرافي، من محدي بن غازي، من كل الإيكيب اللي عمل معنا اليوم لتأمين هذا الإفطار من مدينة جريس. تحية لكم وشكرا لكم. ولدي هكا مزود نهار 12 في رمضان.